بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. معكم أخوكم نور الدين الحارثي، يعني فاعل جمعوي وأحد أبناء المدينة القديمة، مدينة وجدة، ونحن كذلك متواجدين في هذا الموقع هذا. علاش بعدا كنشكر القناة شوف تي في والإخوان المراسلين اللي استدعونا باش نعبروا على المدى الفرح ديالنا الكبير والسعادة ديالنا والفخر ديالنا بالقرار الملكي السامي في يعني في التدخل من أجل أرض الاعتبار أولا المناطق الصحراوية المغربية ديالنا، وكذلك من أجل الحسم مع بزاف ديال الممارسات ديال واحد المجموعه من المرتزقه في منطقه القرقالات ومنطقه الصحراويه عموما. هذيك الفئه اللي سنين هما يعني مصدعيننا ومصدعين العالم بانهم حركه شرعيه وعندها القوه وكتهدد المغرب مرارا وتكرارا، لكن الحمد لله بدعم من اطراف اخرى وبدعم الجزائر ومن اطراف اخرى، ولكن الحمد لله هذا اليوم تاريخي وهذا اليوم مشهود، هذا اليوم ما غاديش يتنسى، لان المغرب جداد مره اخرى عاود الرساله القويه لكل من يتجرأ على التطاول تجاوز الحدود ديالو وعلى التطاول على الوحده الترابيه للمملكه المغربيه الشريفه مجسده في هذيك التصرفات يعني الصبيانيه الدبابيه اللي داروها مجموعه من المرتزقه في منطقه القرقالات اللي هي منطقه تجاريه واقتصاديه كتربط المغرب بالعمق ديالو الافريقي. حنا الان كنتواجدوا الحمد لله في هذه المنطقه هذه، علاش؟ لان هذه المنطقه هذه البلاصه هذه المكان عنده واحد الدلاله تاريخيه. دابا حنا متواجدين في هذه المعلمه تاريخيه، هذه معلمه تاريخيه روحيه اللي متواجده في مدينه وجده، واللي كتعتبر هذه المعلمه هذه اللي هي زاويه الشيخ مال العينين فرع وجده كتعتبر من اكبر الادله على مغربيه الصحراء، اكبر الادله على مغربيه الصحراء، لانها تاسست كما كتشوفوا عندها اكثر من 100 سنه باش تاسست. وكيفاش تاسست هذه المعلمه التاريخيه هذه زاويه الشيخ مال العينين بوجده؟ تاسست لان الشيخ عبد الرحمن ميري الهاشمي المؤسس، وهو من اعيان ومن رموز مدينه وجده، من العلماء ديال مدينه وجده. منين سمع بالشيخ مال العينين بمدينه السماره، او الشيخ مال العينين العلامه المجاهد اللي اسس مدينه السماره وكان هو رمز الجهاد ورمز الوحده الوطنيه، وكان ممثل السلاطين العلوي الخمسه، خمس سلاطين علويين كانوا ممثلين في الصحراء المغربيه وفي الصحراء الكبرى. قلنا بانه هذا الزاويه المباركه كان الشيخ عبد الرحمن ميري هو من ابناء مدينه وجده في اواخر القرن العشرين وبدايه القرن 21، في اوائل القرن اواخر القرن 19 وبدايه القرن العشرين، كان من اكبر العلماء ديال مدينه وجده، وكان اتصل بالشيخ مال العينين من وجده مشى حتى للسماره باش ياخذ الاذن على الشيخ مال العينين العلامه المجاهد، باش وعطاه الاذن باش ياسس واحد الزاويه فرع ديال الشيخ مال العينين في مدينه وجده. وكان هذا الشيء قبل ما دخل الاستعمار الفرنسي اصلا. هذه الزاويه دابا عندها اكبر من 100 سنه، من اكبر الادله على ان الصحراء المغربيه وشمال المغرب كانت منطقه واحده وبلد واحد ووطن واحد ومملكه واحده شريفه. اذا حنا كبرنا في هذه الزاويه التاريخيه، زاويه الشيخ مال العينين فرع مدينه السماره، والحمد لله هذه الزاويه عرفت الزياره ديال مجموعه من المجاهدين ومن ابناء الشيخ مال العينين بنفسه، زياره الى هذه الزاويه، وكذلك زياره مجموعه من الوفود من ابناء وحفده الشيخ ماء العينين، جاوا احتضروا هذا المحل هنا، وكانت تبارك الله عده مرات من ابناء وحفده الشيخ ماء العينين، وعلى راسهم مجموعه من الاخوه من ابنائي واصهاري الشيخ الكريم الشيخ لارباس ماء العينين، جاوا زياره ومن اجل تجديد هذه الاواصر المحبه والعلاقه التاريخيه الروحيه اللي كتربط مدينه وجده مش خاصة مجسدة في هذه المعلمة الروحية التاريخية ومدينة السمارة التي أسسها الشيخ ماء العينين العلامة المجاهد ماء العينين رحمه الله. إذا حنا بقات هذه العلاقة مستمرة لأكثر من 100 سنة، هذا من أكبر الأدلة على مغربية الصحراء. وهذيك تلك العلاقة التاريخية اللي كتربط ما بين السكان تاع مدينة وجا أقصى شمال شرق المملكة المغربية والمناطق الصحراوية.
وهاد الزاوية عرفت كذلك واحد الالتفات واحد الاهتمام من السلطات المحلية ومن وعلى رأسهم سيد والي جهة الشرقية وسيد الكاتب العام اللي كنا مؤخرا يعني جلسنا واحد الجلسة الحمد لله وتناقشنا في هذه المعالم التاريخية بما فيها المعلمة الروحية ديال هاد زاوية الشيخ مع العين بني توجدة. ثم نشكر كثيرا كذلك العناية اللي حضرت بها الزاوية من طرف السيد وزير الأوقاف ومجسدة في السيد المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي دار واحد الاهتمام واحد العناية خاصة بهذه المعلمات التاريخية وبهذه الزاوية تاع الشيخ مع العينين. إذن حنا عندنا هذه تعتبر معلمات تاريخية روحية كدل على مغربية الصحراء، من اهم الادله في المغرب على الصعيد الوطني اللي كيدل على مغربيه الصحراء، وهي هذه الزاويه تاسست اكثر من 100 سنه اللي ربطت ما بين سكان مدينه توجه والسكان اقليمنا الصحراويه وعلى راسهم المشايخ العظام من ابناء وحفاد الشيخ مع العينين، وكذلك من حفاده المشايخ الكبار من اهل الرقيبات والزرقيين والعروسيين وهدليم، يعني كاع هاد المشايخ وهاد القبائل الصحراويه العريقه اللي حقت ربطنا بهم الاواصر الدينيه والوطنيه العريقه. اذا هذا غير باختصار باش نهضروا على الاهميه ديال هذا الموقع. اما قضيه ان وجده كذلك نفس الوقت وجده كتضم مدينه وجده كتضم هذه المعلمه التاريخيه اللي خصنا نستافدوا منها في حقيقه، وخصنا نوليو ونحيو هذه الامجاد ديال العلاقه ما بين مدينه وجده وما بين مدينه السماره على اساس انها كانت عاصمه ديال تاريخيه تاع الصحراء، وكذلك العيون وقلميم وطنطان والداخله والقويره. اذا نحن باقي هذا الاثار هذا باقي الى يومنا هذا، كيعرف نشاط كبير وكيعرف زيارات متكرره من طرف الاخوه حفاد الشيخ مال العينين وعلى راسهم الاستاذ الدكتور فؤاد مال العينين وكذلك الدكتور علي مال العينين واحمد ناه وسيد طالب اخيار ومجموعه من الاخوه ما شاء الله الى يومنا هذا كنتبادلوا الزيارات، وهذا باش نجسدوا ذاك العلاقه التاريخيه الروحيه اللي كانت تربط ما بين مدينه وجده ومدينه السماره حتى قبل دخول الاستعمار الفرنسي. هذا نغلق القوس باش نتحدث بأن ودي كذلك مدينة وجدة فيما يخص قضية مع الأشقاء الجزائريين. نحن في سكان مدينة وجدة احنا العلاقة اللي كتربطنا مع الجزائر مع الشعب الجزائري الشقيق علاقة تاريخية اللي تعاشوا فيها الجزائريين الإخوة الجزائريين مع أهل وجدة ومع المغاربة كان منذ سنين، كانت واحد التعايش كبير وكانت واحد المصاهرة وعائلة وحدة وكل شيء. احنا المغاربة مع الشعب الجزائري ابدا 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 ما عندناش خلاف اطلاقا معهم، ولا بل كانت واحد العلاقة تاريخية ومحبة اللي كنرجو ونطلبوا الله سبحانه وتعالى باش جدت العلاقة مع الشعب الجزائري الشقيق. فقط نحن نحتج ونرفض التدخل السافر للنظام الجزائري العسكري في الوحدة الترابية. احنا كنقولوا بالله اطمئنوا، دابا المغرب عطى واحد الإشارة قوية في الصحراء ديالو عبر الجيش الملكي السامي ومنطلقا من تحت القيادة الرشيدة صاحب جلالة نصره الله أنه جاء وقت الحسم. إذن الدبلوماسية نعم موجود، الدبلوماسية اللي بغى يتعامل دبلوماسيا مرحبا، لكن هذا ما كينفيش بأنه المغرب أنه يسكت على الخيارات الأخرى المتمكنة من أجل الدفاع عن وحدته الترابية وعن مصالح الاقتصادية التي اللي بينت بان المجموعه من المرتزقه من الصعاليك بعض المرتزقه بدعم من بعض القادات العسكريين في الجزائر انتقلوا بعد الاحباط ديالهم بعد ما خسروا الرهان ديال الاسترزاق عن طريق المنظمات الاوروبيه وبعض الدول الاوروبيه اللي كانت كتدعم دوك القياديين باش يتهلاو، وحتى داك ابناء الصحراء اللي محتجزين في مخيمات الحمده وفي تندوف وكل شيء، هادوك المفروض ان هذاك الاسترزاق اللي كانوا عرفت اوروبا وعرفت المنظمات بان هذوك المرتزقه انما هذيك الاموال اللي كانت تمشي ما كانش ابدا كتمشي للمحتجزين الصحراويين في تندوف والحمده وغيرها، بل كانت كتمشي في جيوب هذوك القياديين العسكريين الخونه اللي منذ اكثر من دابا 40 سنه ولا زالت الوضعيه المأساويه ديال دوك السكان المحتجزين في تندوف مازال كيعانوا الامرين والبنيه التحتيه باين الحاله ديالهم المأساويه بين البعض. اذن فين كاين هاد الوعود وفين كاين هاد كما نقولوا حنا الاهتمام ديال هاد القياديين المرتزقه بالاخوان ديالنا المحتجزين في تندوف؟
إذن بعد ما فشل هذا المسعى ديال الاسترزاق وبعد ما أن الدول كلها والمنظمات الحقوقية الأوروبية اكتشفت بعض الكثير من الدول الإفريقية الأوروبية عرفت بأن ذاك الكمشة ذاك الطغمة ديال المرتزقة محتاجين الناس وكيسترزقوا على ظهرهم فشل ذاك الخيار وعرفوهم باللي صافي ما بقاش الأمر كما كان من قبل. دابا حاولت هاد المرتزقة بواحد اليأس وبواحد طريقة كتدل على أنهم الفشل ديالهم الذريع التاريخي والسياسي انتقلوا من مرحلة ديال الاسترزاق بالمنظمات وبعض الدول الأوروبية إلى مرحلة القرصنة كان نعاود لها ونأكد عليها. إذا انتقلوا إلى مرحلة القرصنة من أجل الاقتتات وعلى بعض الفتات من هنا ومن هناك لكن هيهات. إذا تحول هذا المشروع الفاشل ديالهم من مشروع الاسترزاق الفاشل إلى مشروع القرصنة فأصبح عبارة عن عصابة إجرامية كدير القرصنة وتمشي للأماكن اللي فيها الممر التجاري وفيها المصالح الاقتصادية تاع الدول الإفريقية كامل وداروا هذه الخطوة هذه استفزازية باش لعلهم يقتاتوا ويعوضوا على الخسائر ديالهم في الشعار ديال الاسترزاقي ويوليو كمنظمة منظمة ديال القراصنة بحالهم بحال القراصنة تاع البحار يمشيو يسرقوا الممتلكات تاع الناس ويسرقوا الخيرات ديال الناس. وهنا كيجي كذلك الإفشال هذا المخطط وهذا المسعى ديال القرصنة اللي دارته جبهة البوليزاريو العميلة الخائنة وتدخل المغرب في الوقت الحاسم باش كذلك يفشل هذا المشروع. طبعا عندنا حاجه اخرى كذلك رساله والحمد لله نجح المغرب بهذه الخطوه اللي دارها هذه الخطوه القويه والشجاعه اللي كنحيي من خلالها مجددا صاحب الجلاله نصره الله على الخطوه الحاسمه واللي رد الاعتبار حتى للمغارب ورد لهم الكرامه ديالهم والعزه ديالهم وفكرنا بالامجاد ديال المملكه المغربيه التاريخي للمغرب من كي لما يزأر الاسد يعني كل شيء كيسهر هذه مجرد زائر واحد داروا الجيش الملكي العظيم فإذا به بعض الفئران من المرتزقة يهربوا يخلوا وراهم كل شيء. هذه رسالة أخرى بالنسبة لهذا النظام الجزائري العسكري من الغباء أن الإنسان هذا النظام الجزائري العسكري من الغباء ديالو أنه في القتال اللي كان في السبعينات وفي الستينات والسبعينات كانت الجزائر مدعمة من طرف إسبانيا ومن كوبا ومن ليبيا القدافي كوبا فيدل كاسترو ومن جنوب إفريقيا ومن مجموعة من الدول الإفريقية كبيرة اللي كانت من دعم الجزائر ضد المغرب ما استطاعش الجزائر أن هذه شي خطوة من أجل مس بحبان تراب المملكة المغربية في صحرائه. فبالأحرى اليوم للمغرب عنده وقع له أكثر من الإجماع الغالبية الساحقة تاع الدول الحمد لله في المنظمة الأمم المتحدة كل شيء كيعترفوا بأنه مغربية الصحراء وبالتالي فإن أي حوار أي نقاش أو أي حوار في هذا المسعى في هذا الموضوع هذا الصحراء لا يتم إلا عن طريق حكم الذاتي. واليوم بان بأنه دي لما قنعش بالحكم الذاتي راه يمكن له غادي يندم عليه طول حياته. إذن علاش؟ لأنه الحكم الذاتي لا يعني إطلاقا التخلي عن الوحدة الترابية ولا يعني إطلاقا التخلي عن سيادة المغربي في تسيير شؤونه الصحراوية أبدا. في القرارات الكبرى لابد وما يمكنش يتخلى المغرب على القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى في قريم الصحراوية وما يمكنش الوضع اللي راه عليه بوليزاريو الحال الوضع المأساوي والمقيت والبشع اللي ولات عليه الوضع ديال هالقيادين تاع بوليزاريو بالإضافة إلى قيادين تاع النظام الجزائري الفاشل العسكري هذا ما بين بوليزاريو وسلطات والنظام العسكري الجزائري شافوا وعرفوا بالملموس بأنه لا خيار لهم إلا القبول بالطرح المغربي اللي كيعطيهم الكرامة لهم يعطي الكرامة للصحراويين للمحتجزين المغاربة الصحراويين المحتجزين في 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 تندوف وفي مخيم الحمادة علاش يعطيهم الاعتبار باش يردهم إلى أرضهم الأم هي الصحراء وينصاهروا مع القبائل الصحراوية العريقة. ما يمكنش واحد طغمة من المرتزقة غادي يجي تحكم في الشيوخ وهامات الشيوخ الصحراويين الشيوخ ديالنا الأفاضل اللي عرفنا عليهم تاريخ ديالهم الجهادي والوطني والوحدوي في الصحراء المغربية في جميع مختلف القبائل الصحراوية العريقة. إذن من هنا كتجي هذه الرسالة هذه اللي كتفرحنا وكتسعدنا
وكانوا وحنا ما غاديش نقولوا حنا جنود مجندين عسكريين مع الجيش الملكي، بل الجيش الملكي هو قادر برجاله وبالالاف ديال العساكر وديال الجنود الاشاوس اللي كيحميوا البلاد ديالنا، قاد انه يطوي عسكريا هاد الصفحه هذه ديال الازمه المفتعله ديال بوليزاريو. لكن حنا كمجتمع مدني وكابناء الوطن نحن نساند المملكه المغربيه ونساند الجيش الملكي بدعمنا المدني، بدعم ديالنا المدني، ولما لا الى احتجنا الجيش الملكي واحتجنا سيدنا الله ينصره الملك صاحب الجلاله الله ينصره في شيء مهمه من المهمات، والله العظيم لنكون في اتم الاستعداد. والسلام عليكم ورحمه الله.